غطت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى رسول الله. كأنك تنظر إليه وتراه. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شهادة أصحابه له بحسن الخلق، وها هم أصحابه رضي الله عنهم الذي صاحبوه في السراء والضراء وعاشروه في كل أحواله، ها هم يشهدون له بأنه أحسن الخلق خلقا. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي ألا صنعت كذا وكذا ولم تصنع كذا وكذا. وكذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام متواضعا وحسن الأخلاق في طعامه وشرابه، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرد من الطعام موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سكنت روحي وجوار الهادي محمد.